نعيش في عصر أكبر انقراض للأنواع منذ نهاية الديناصورات، إذ يهدد الانقراض ربع الثدييات وثمن الطيور. هل يستطيع الذكاء الاصطناعي المساعدة في حماية الفيلة والحيتان والكوالا؟ اليوم في كليك. ليست الكوارث الطبيعية وتغير المناخ فقط ما يهدد الحياة البرية، بل يقتل الصيادون غير القانونيين أكثر من 20,000 فيل كل عام في أفريقيا وحدها، ولم يتمكن حراس الحدائق الوطنية حتى الآن من منع ذلك. المنظمة الهولندية غير الربحية Hack the Planet قامت بتطوير نظام كاميرا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتعقب الصيادين وإطلاق إنذار فوري. انخفض عدد الفيلة الأفريقية بشكل هائل في القرن الماضي بسبب الصيد غير الشرعي للحصول على أنيابها العاجية، ولأجل إيقاف ذلك قامت منظمة Hack the Planet غير الربحية بجعل كاميرات الحياة البرية الحالية ذكية. نجعل هذه الكاميرات والتي نسميها الكاميرات الغبية أكثر ذكاءً. ندخل عليها بضعة تعديلات كي تتمكن من التواصل مع صندوق قمنا بتطويره. برمجنا الصندوق لجعله قادراً على استقبال الصور لاسلكياً، ونحلل الصور بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي، أي أن لدينا خوارزمية تعلم آلي تقوم بتحليل كل صورة منفردة، ومن ثم نعرف فوراً ما الذي يظهر في الصورة، سواء كان إنساناً أو فيلاً. إذا تم رصد إنسان، يتم إرسال تنبيه فورياً إلى حراس الحديقة للتعامل بسرعة مع الصيادين غير الشرعيين المحتملين. غالباً ما يعثر هؤلاء الحراس على فيل ميت، وحينها يكون الصيادون الجنات قد غادروا منذ فترة طويلة. ربما وقعت الجريمة قبل أسبوع أو أسبوعين، ولا تكون لدى الحراس أي معلومات تتيح متابعة ما حدث، لأنهم لا يعرفون من أين أتى الصيادون أو إلى أين اتجهوا، فالمنطقة شاسعة جداً. الأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي ترفع احتمالية القبض على المتسللين في الوقت الفعلي. يعمل نقل البيانات برابط مباشر عبر القمر الاصطناعي ولا يتطلب وجود إنترنت عادي. يتم بالفعل استخدام كاميرات المصيد الذكية في دول مثل الجابون وزامبيا وزيمبابوي. بالنسبة للفيلة الإفريقية المهددة بالانقراض وللذين يحاولون حمايتها، فإن هذه التكنولوجيا قد تعني الحياة أو الموت. في الهند تواجه الفيلة مخاطر مختلفة تماماً، ففي كل عام تصدم القطارات حوالي 20 فيلاً، لذا سيتم تركيب نظام إنذار يعمل بالذكاء الاصطناعي على طول خطوط السكك الحديدية. تحدد أجهزة الاستشعار مواقع الفيلة وترسل إشارات تحذيرية لمنع الحوادث. كما يشكل تغير المناخ تهديداً كبيراً بشكل مباشر على العديد من الأنواع. في العام الجاري اندلعت حرائق مدمرة في جميع أنحاء العالم، في اليونان وإسبانيا وهاواي وكندا. الآن يستخدم الذكاء الاصطناعي في أستراليا لحماية الحيوانات الفريدة مثل الكانغر والكوالا من حرائق الغابات. حيوان كوالا يتجول ليلاً تماماً كحيوان الولاب، وهو حيوان يشبه الكانغر ولكن أصغر منه. تدل هذه الصور على نجاح منظمات حماية الحيوان الأسترالية، فأفرادها يحاولون بمساعدة كاميرات الحياة البرية معرفة مدى تعافي بعض أنواع الحيوانات من أثار حرائق البراري. تتعرف الكاميرا على الحيوانات من خلال توليفة من الحركة والحرارة المنبعثة من الحيوانات، وأثناء مرورها أمام الكاميرا غالباً قرب مكان وجود محطة الطعم، تعمل الكاميرا أوتوماتيكياً وتلتقط 5 صور سريعة للحيوان أثناء مروره. إيرون غرينفيلي يعمل في سلسلة الجبال الزرقاء غرب سيدني الشهيرة سياحياً، ولكنها عرضة لحرائق الغابات أيضاً، لذا تم إدراجها في مشروع مستشعر كاميرات واسع النطاق تابع للصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا. تم تركيب نحو 1,100 كاميرا مصيدة في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق التي تضررت من حرائق الغابات في عامي 2019 و2020. تلتقط الكاميرات ملايين الصور، ويساعد الذكاء الاصطناعي الباحثين على استخلاص البيانات. يساعدهم الذكاء الاصطناعي على تصنيف هذه الصور بشكل أسرع بكثير، بذا يمكنهم العمل بكفاءة أكبر والحصول على المزيد من الوقت لأداء أعمالهم الواجبة كالإشراف على موضوع استعادة الأنواع الحياتية لعافيتها.
يستنسخ أفراد الفرق الصور من الكاميرات ثم يحملونها إلى نموذج للذكاء الاصطناعي يسمى رؤى الحياة البرية. تحتوي المنصة التي تديرها جوجل على قاعدة بيانات فيها 35 مليون صورة، ويجري استخدامها من قبل منظمات الحياة البرية حول العالم. يتعرف الذكاء الاصطناعي على نوع الحيوان الذي يظهر في الصورة ويصنفه وفقا لذلك، وهذا يسرع البحث. نحن في زمن يتسبب فيه تغير المناخ في حدوث الحرائق بشكل متكرر، ليس فقط في أستراليا بل في أنحاء العالم كافة. لذا فإن مشاريع مثل عيون على درجة التعافي، والتي تتضمن تطوير تقنيات نستطيع بمساعدتها تقدير التأثيرات بصورة أسرع، هي شديدة الأهمية لفهم أحداث الحرائق المستقبلية في أستراليا والعالم. حالياً تبدو الجبال الزرقاء خضراء وشاعرية، لكنها مسألة وقت فقط قبل أن تحترق هذه الأشجار مرة أخرى. حتى لو لم تتمكن هذه الأنظمة الرقمية من إنقاذ الحيوانات في حالات الكوارث، فإن معرفة عدد الحيوانات وأماكن تواجدها يعد أمراً في غاية الأهمية. ولكن كيف تعمل قواعد البيانات؟ يقوم الباحثون بتحميل صورهم إلى Wildlife Insights باستخدام تقنية السحب والإفلات Drag and Drop، فيتعرف الذكاء الاصطناعي في غضون ثوان على الحيوان. عندما يقوم باحث في علم الأحياء بتحميل بيانات الكاميرا الخاصة به إلى منصة Wildlife Insights، ينظر نموذج الذكاء الاصطناعي لدينا إلى الصور ويستنتج بناء على ما أعطيناه له مسبقاً بما يمكن أن يكون في الصورة. يحاول نموذج الذكاء الاصطناعي مطابقة الصور مع صور الحيوانات التي تم تدريبه على التعرف عليها، وقاعدة البيانات تحتوي حالياً على إدخالات لأكثر من 3000 نوعاً من الحيوانات. القيمة واحد تعني أنه ليس هناك شك في الحيوان الذي يظهر في الصورة، والقيمة 0.99 لخرطوم الفيل على أنها قريبة جداً. لكن في بعض الأحيان لا يكون الذكاء الاصطناعي متأكداً تماماً، كتمييز بين النمر والجاغوار. وعلى منصات أخرى يتم تصنيف صور لحيوانات فردية. تمتلك أسماك القرش علامات مميزة على جلدها تساعد في التعرف عليها بدقة. تقارن خوارزميات الذكاء الاصطناعي هذه العلامات، إنها تعمل كبرامج التعرف على الوجه لصور الحيوانات. ويمكن التعرف على الحيتان بوضوح من خلال زعانفها الذيلية، وهذا يسمح للباحثين بمعرفة المزيد عن أنماط حركة الثدييات البحرية العملاقة، الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى تدابير حماية أفضل لها. غالباً ما تكون الصور غير كافية، الحيتان مثلاً نادراً ما تكون على سطح الماء، لذلك يستخدم العلم أيضاً إشارات صوتية لمعرفة المزيد عنها، وهذا ما يبدو عليه الأمر تقريباً. ما تسمعه هو نداءات أنواع مختلفة من الحيتان المسجلة في ألاسكا. يتم جمع مثل هذه العينات الصوتية في جميع أنحاء العالم. المشكلة تلتقط الميكروفونات جميع الأصوات تحت الماء، ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن للباحثين تصفية أصوات الحيتان وسماع نداءاتهم. الذكاء الاصطناعي في مجالنا هو في المقام الأول مسألة كفاءة. عندما يستخدم الشخص الذكاء الاصطناعي فإنه يحل المهام البسيطة ثم يترك للخبراء أمر النظر في المجالات التي لم يكن متأكدا منها. هكذا يمكن للأشخاص القيام بأفضل ما يمكنهم القيام به، وهو التحقق من صحة المعلومات. لقد قدرنا أن هذا قد يوفر لنا ما يصل إلى 96% من وقتنا. يمكن أيضاً تخصيص الأصوات لأنواع محددة من الحيتان، يعتبر ذلك مهماً لأن بعضها مثل هذا الحوت مهددة بالانقراض بشدة. سمعنا صوتاً غامضاً، اعتقدنا أنه ربما كان لحوت من فصيلة البالينات. تمكننا من البحث في قاعدة البيانات بأكملها. بدون الذكاء الاصطناعي لم يكن ذلك ممكناً، ومع وجود 30 حيواناً فإن كل نقطة بيانات لها أهمية لأنها حيوانات نادرة جداً ولا تتوقع العثور عليها. لذا فإن هذه الأدوات التي تمكننا من البحث ضرورية في مثل هذه الحالة. العديد من الحشرات معرضة للخطر أيضاً، ومن الأسباب الرئيسية تغير المناخ. ففي أوروبا تتناقص أعداد النحل البري ونحل العسل بشكل حاد، لكن يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة من خلال إظهار ما يحتاجه النحل ليستمر. إذا تمكن النحل من إنشاء حديقته الخاصة فهذا هو الشكل الذي ستبدو عليه.
هذا ما تقوله الفنانة البريطانية ألكساندرا دايزي غينزبيرغ. الحديقة أمام متحف التاريخ الطبيعي في برلين هي مشروع فني لألكساندرا، وبالاستعانة بخوارزمية تم اختيار النباتات التي تنمو هنا. في كل مرة تقوم الخوارزمية بإنشاء مخطط زراعة جديد، فإنها تعمل على تحسين اختيار النباتات وترتيبها لصالح أكبر عدد ممكن من الحيوانات الملقحة كالنحل والدبابير والنمل وغيرها. ووفقاً لمعطيات الخوارزمية، قامت ألكساندرا وفريقها بزراعة 7000 نبتة أمام متحف التاريخ الطبيعي في برلين. يسمى المشروع بولينيتور باث ميكر، وقد قامت الفنانة بتطوير الخوارزمية مع فريق من الخبراء. لقد بحثوا بالضبط ما هي احتياجات الحشرات الملقحة، وتقوم الخوارزمية بتطوير خطط زراعية تضم 150 نوعاً مختلفاً من النباتات، وتحسب كيف ستتغير الحديقة مع مرور الفصول. لذا تقوم الخوارزمية باختيار النباتات المناسبة للمكان بحسب ظروف التربة وأشعة الشمس وما إلى ذلك، ثم تقوم بترتيبها. إنها تخلق كل مرة مخططاً فريداً. يتم ترتيب النباتات لتناسب طرق البحث عن الغذاء المختلفة وتخدم الحشرات المختلفة. تبحث الحشرات الملقحة عن الغذاء بطرق مختلفة، فبعض الحشرات كالنحل تتذكر مواقع الزهور وتطور مسارات طيران فعالة لتتمكن من الوصول لآلاف الأزهار يومياً. تتوقع الخوارزمية مسارات طيران الحشرات الملقحة، ونمط هذه الحديقة يعتمد على هذا، ولهذا السبب يبدو الأمر غير عادي للعين البشرية، ولكنه خاص جدا لدمج أنماط حركة الحشرات الملقحة في تصميم الحديقة. يمكن لأي شخص الحصول على خطة لحديقته الصديقة للحشرات مجاناً على الموقع الإلكتروني للمشروع. حالياً تم تحسين البرنامج بالنسبة للنباتات والحيوانات الأوروبية، ولكن سيتم تحسينه أيضاً لأنواع أخرى من الحشرات من مناطق أخرى من العالم. يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم كميات هائلة من البيانات بسرعة كبيرة، الأمر الذي يساعد في فهم مرعى النحل الصغير أمام بيوتكم وحتى النظم البيئية الأكبر حجماً والأكثر تعقيداً. فقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية لا غنى عنها في الحفاظ على الأنواع. إلى اللقاء.